السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كان في حد طلب مني ازاي غيرت الصوت بتاع الفيديو، او ازاي بعمل تغيير صوت. اول حاجة دي عندنا فيديو عادي موجود على، طبعا استخدمت برنامج كين ماستر اللي هو اللي موجود فوق، او بتاعه موجود فوق كين ماستر. ادي الفيديو بتاعنا بيعمل ايه. ادي الفيديو بتاعي موجود اهو على كين ماستر، بروح ضغط عليه واقفه عليه اهو، وبعد كده بروح مختاره خيار من فوق اللي هو ايه، اللي هو ده هو اديو فلتر، اديو فلتر ده بضغط عليه خلاص تمام. واروح اول خيار عندي اللي هو ايه، ما يغيرش الصوت، يسيب الصوت زي ما هو. تاني حاجة فويس تشينجر، ده بقى ايه الاصوات الموجودة عنده، يعني مثلا كده كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، استغفر الله العظيم. ده أول صوت. تاني صوت عندي اللي اختار ده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت الرابع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، استغفر الله العظيم. ممكن مثلا اختار ده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، استغفر الله. نجرب الصوت الأخير ده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. بس يا حبيبي هو ده نظام تغيير الصوت، أو إزاي غيرت الصوت. ده برنامج اللي بستخدمه على طول في المونتاج اللي هو اسمه كين ماستر. هو ده شكل البرنامج، أيقونة البرنامج اللي هو بسميه كين ماستر. بس كده أتمنى كنت فدتكم، و إن شاء الله زي تغيروا الصور بتاع الفيديو.